اهلا ومرحبا بكم في موجز الاخبار من قناه حلب اليوم. الدفاع المدني السوري يعلن رفض منظومته الاسعافيه بسيارات نقل خاصه بالاطفال حديثي الولاده مزوده بتجهيزات طبيه عاليه وحضانات وكوادر مسعفين اكاديميين مدربين للتعامل مع كل حالات الاطفال التي تتطلب عنايه فائقه. الشرطة العسكرية بالتعاون مع الجيش الوطني تقبض على المشتبه بهم في قضية ضرب وسرقة مسن وزوجته وابنته في قرية ماملي بريف عفرين شمال حلب. مناطق شمال غرب سوريا تشهد هطولات مطرية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم أدت إلى تجمع مياه الأمطار أمام عدد من الخيام في مخيمات طريق يازباغ شمال حلب. وفاة الطفل أسامة عبد اللطيف حناش 12 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار عشوائي خلال اشتباكات بين قوات الأسد ومقاتلين محليين في بلدة محجة بريف درعا وفق صفحات محلية. عائلة شاب تحتجز شقيق الطبيب سامر خير في مدينة سويداء بعد اتهامهم إياه بالإهمال الطبي المتعمد أثناء إجرائه عملا جراحيا لابنهم والذي أدى إلى وفاته. منظمة كامينانديو فرونتيرا الحقوقية تقول إن أكثر من 6618 مهاجراً توفوا خلال عام 2023 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية بينهم سوريون.